ملي كنت صغير كانوا ديما كيراودوني احلام، احلام باش نكون نتميز، احلام باش نولي شي حاجه كبيره في المستقبل. كان عندي امال ورغبه قويه باش نحقق الاهداف ديالي. انا بحالي بحال كاع الناس اللي في هذا العالم، بحال كنتي وانت اللي كتسمعني دابا. انت عندك اهداف، عندك احلام خصك تحققها، لكن عمرك سولتي راسك علاش باقي ما تحققاتش؟ عمرك سولتي راسك علاش باقي في بلاصتك ما تحركتيش؟ غتقول الظروف ما سمحتليش والفرصه ما تعطاتليش. كذوب، هذيك مجرد اعذار كتوهم راسك بها باش ترتاح. خرج من الروتين ديالك، فيق الصباح وخدم 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 كيف ما كان الهدف ديالك، سواء موسيقى سواء دانس سواء محتوى في الويب ولا داك الشيء باش كتحلم. كون على يقين انك غتحققو بالخدمه. ما تقتلش راسك بالاعذار الخاويه، ما تقتلش الدري الصغير اللي فيك. تيق في راسك وفي القدرات ديالك وتيق باللي انت قادر تنجح في داك الشيء اللي بغيتي. ما تخليش الخوف من الفشل يكون سبب في الفشل ديالك. دير الخطوه الاولى وزعم. ما كنقول لكش الطريق غيكون مفرش بالورد، ولكن في نفس الوقت ما كايناش شي حاجه تقدر توقف العزيمه والاصرار. حتى حاجه في هاد الدنيا ما سهله، حتى حاجه ما سهله، وفي نفس الوقت حتى حاجه ما مستحيله. تيق في راسك وعرف باللي النجاح كيتسناك.